مصر سح ما لهش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات التعليم الفني، ورجعنا لكم بعد الفاصل. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا، والنهاردة هتكون الحلقة مخصصة لطلبة الصف الخامس التعليم التجاري في مادة المحاسبة الإدارية، وهنكمل باقي الحلقات اللي احنا خدناها قبل كده. موضوعنا النهاردة هنكمل الموازنات، وهنكمل فيها الموازنة التخطيطية للمصروفات اللي هي المصروفات البيعية والإدارية. بس قبل ما ندخل في موضوع الحلقة، هنستعرض الأول مراجعة على الموازنات اللي فاتت أو الحلقات اللي فاتت. دايما بنوه تاني إن طلبة التعليم الصف الخامس التجاري هم سنة ممتدة، يعني كاملة، ما ينفعش إن احنا ما نراجعش فيها. فأنت بتعمل ريفرش على معلوماتك اللي قبل كده، وتبدأ تراجع المعلومات بتاعتك تاني، وتبدأ على أساس قبل ما تدخل في الجديد. تمام، انا هبدا معايا الاول بسؤال مراجعه عن اللي احنا خدناه في الحلقات السابقه، وان شاء الله كل مره هنعمل كده. قبل ما نبدا موضوع الحلقه الجديده بتاعتنا، هعمل لك سؤال مراجعه، وابدا اختبر بيه المعلومات بتاعتك. طيب، معايا في سؤال المراجعه الاولاني بيقول لي هنا السؤال الاول اكمل معايا بقى ورقه وقلم. ابدا معايا ورقه وقلم، وابدا شوف الاسئله اللي انت هتبدا تشتغل بيها. اول حاجه السؤال الاكمل، ده سؤال نظري من اهداف المحاسبه الاداريه، 3 نقط. 2، يختلف دور المحاسب الاداري عن دور المدير في المنشاه ويتمثل دور المدير في 2. 3، بتنقسم انواع مهمه التخطيط الى 2. السؤال الثاني هو السؤال الثاني من السؤال النظري، وهو سؤال مقالي. هو بيقول لك اذكر بايجاز الهدف من اعداد الموازنه التخطيطيه للمشتريات. ابدا كل ما تبدا مراجعه او كل ما تبدا مذاكره، ابدا بمراجعه الجزء اللي فاتك الاول على اساس تتاكد من المعلومات بتاعتك. طيب تعال نشوف اجابه الاسئله اللي هي مراجعه. اول سؤال انا كنت بقول لك ايه هي من اهداف المحاسبه الاداريه. اهداف المحاسبه الاداريه 3 اهداف زي ما خدنا من اول حلقه: التخطيط، الرقابه وتقييم الاداء، واتخاذ القرارات. ودي اهم شيء قايمه عليه المحاسبه الاداريه، او الهدف الرئيسي من وجودها. السؤال الثاني بيقول لي هنا بيختلف دور المحاسب الاداري عن دور المدير في المنشاه، ويتمثل دور المدير في 2: تحديد نوع القرار المتخذ، تحديد البدائل المطروحه. يبقى تاني، احنا من اول حلقه اتفقنا ان دور المحاسب الاداري ليس اتخاذ القرار. المحاسب الإداري دوره الأساسي هو توفير المعلومات وكتابة التقارير اللي بتساعد في اتخاذ القرار. يبقى طبيعي أن دور المحاسب الإداري عندي بيختلف عن دور المدير. المحاسب الإداري تاني بيتمثل دوره في إعداد التقارير بناء على قاعدة المعلومات اللي بيتبناها ويبدأ يكون مكونها عنده. بينما المدير بيكون دوره في 2: هو اللي بياخد القرار، وهو اللي بيحدد البدائل المطروحة بالنسبة له. نيجي لإجابة السؤال الثالث، بيقول لي هنا تنقسم أنواع مهمة التخطيط إلى تخطيط استراتيجي وتخطيط تكتيكي. وخدنا المرة اللي فاتت أن التخطيط الاستراتيجي هو تخطيط طويل المدى. التخطيط الاستراتيجي بفكركم بيه، التخطيط التكتيكي هو التأكد من تنفيذ التخطيط الاستراتيجي. بالنسبة لإجابة السؤال الثاني، وهو سؤال مقالي، وأنا عايزاك يعني تفرق ما بين الأسئلة النظر المقالية والأسئلة الأكمل أو الاختياري، أو الأسئلة اللي هي من متعدد. طيب الأسئلة الأكمل أنت مجرد محدود بإجابة معينة بس عن طريق النقط أو عن طريق الاختيارات بتاعتك، لكن السؤال المقالي أنت بتستفيد بيه براحتك، إلا لو هو طلب منك بإيجاز. وهو بإيجاز يبقى أنت بتحدد لي مجرد العناصر فقط، مش بتشرح. لكن لو أنا طلبت منك سؤال مفتوح من غير إيجاز، يبقى براحتك ابدأ اشرح، اكتب عناصر وبعد كده ابدأ اشرح كل عنصر. دي أسهل طريقة عشان تقدر تجاوب بيها الأسئلة المقالية. طيب تعال نشوف إجابة السؤال التاني. إجابة السؤال التاني بيقولي بيتمثل الهدف من إعداد الموازنة التخطيطية للمشتريات فيه. أنا عندي 4 أهداف من إعداد الموازنة التخطيطية للمشتريات. أول حاجة كانت بتساعد إدارة المشتريات في وضع برنامج لمشترياتها بما يضمن الحصول على احتياجاتها بالأسعار المناسبة وفي الوقت المناسب.
تاني نقطة هي مساعدة إدارة المشتريات في رسم خططها النقدية بما يضمن التزاماتها قبل الموردين. تالت نقطة هي مساعدة إدارة المخازن في تحديد وتنفيذ خطة وسياسة المخزون. النقطة الرابعة والأخيرة هي تحديد تكلفة التوريد والتخزين. احنا النقط دي احنا استفدنا بيها بالشرح في الحلقة السابقة، فمش هنشرحها النهاردة لان انا شرحتها، انا مجرد ان انا براجع معاك وانت بتختبر معلوماتك. ودايما كل ما انت بتذاكر موضوع جديد قبل ما تبدأ في مذاكرة الموضوع الجديد اختبر معلوماتك بالأسئلة عن الدروس السابقة اللي انت ذاكرتها. تمام كده؟ طيب هنيجي نختبر كمان معايا سؤال مراجعة تاني، بس سؤال المراجعة ده العملي اللي هو كان بيتكلم عن الموازنة التخطيطية للمشتريات. طبعا احنا متعودين في كل حلقة ان انت معاك ورقة وقلم وتبدأ تكتب التمرين معايا. المطلوب هنا هو إعداد الموازنة التخطيطية للمشتريات من السلعة ألف إذا توافرت البيانات والمعلومات الآتية لعام 2020. هو أول معطى في التمرين كمية المبيعات المقدرة خلال الأشهر الثلاثة الأولى، 5000 وحدة في يناير، 7000 وحدة في فبراير، 9000 وحدة في مارس. تاني معلومة أعطيها لك، كمية المخزون من السلع في نهاية شهر ديسمبر عام 2019. احنا المرة اللي فاتت قلنا ان هو هيجيب لك سنتين او على حسب، هنا انا جايبه لك انا عايزة اعمل موازنة تخطيطية ل 2020، بس جايبه لك بداية الشهور مش جايبه لك السنة كاملة، انا جايبة شهور من السنة. وانا قلت من المرة اللي فاتت ان الموازنة التخطيطية ممكن اعملها بشكل اسبوعي بشكل يومي بشكل شهري بشكل سنوي، فانا ممكن اعمل عن اسبوع او عن يوم حتى. هنا هو عامل عندك على شهور، فطبيعي هيديك، مش هيديك بقى السنة قبلها والسنة بعدها، وهيديك شهر قبله وشهر بعده. يعني يناير ده أول شهر عندي، هو دايما هيديك معطيات قبل يناير مين؟ ديسمبر للعام السابق. قال لك هنا إن كمية المخزون في العام السابق شهر ديسمبر هي 1000 وحدة. أعطاني معلومة إنه بيقدر المخزون آخر كل شهر بما يعادل 10% من مبيعات الربع الذي يليه. المعلومة التانية تقدر كمية المبيعات التقديرية لشهر ابريل. لاحظ حاجة، انا قلت لك ان هو دايما هيديك شهر قبل يناير وشهر بعد مارس، اللي بعد مارس هنا شهر ابريل، عشان كده السنة هي هي، لان ابريل في نفس السنة اللي فيها يناير وفبراير ومارس بما يعادل 6000 وحدة. نيجي لسعر الشراء التقديري للوحدة هيكون 100 جنيه. طيب لو انت فاكر الموازنة التخطيطية للمشتريات، الموازنة التخطيطية للمشتريات كانت ان احنا بنشتغل في خطوتين. الخطوة الاولى انت بتوجد مخزون اخر كل شهر او كل فترة. الخطوة الثانية ان انت بتبدأ تعد الموازنة التخطيطية، واعداد الموازنة التخطيطية بيتم عن طريق المعادلة، احب افكرك بيها، اللي هي كانت كمية المبيعات بتجمع عليها مخزون اخر بيديني اجمالي الاحتياجات، بطرح منها مخزون اول بيديك كمية المشتريات، بنبدأ نضرب في سعر الشراء يديني في الآخر قيمة المشتريات المطلوب بتاعي. طيب تعالى نشوف خطوات الحل بتاعتي، أنا عطيتك فرصة إن أنت تبدأ تجاوب معايا وتبدأ تحل. قارن الحل بتاعك وشوف هل إجاباتك صح زي إحنا ما هنعملها ولا لأ. الخطوة الأولى كانت إن أنا بحدد مخزون آخر المدة، أنا عايزة أحدد مخزون يناير وفبراير ومارس. قلنا ان احنا مش هنستخدم، احنا هنضرب كمية المبيعات في نسبة المخزون، بس واحنا بستخدم يناير مش هنستخدم كمية مبيعات يناير، انا هستخدم الكمية اللي قبلها كمية مبيعات ديسمبر. لو انا عايز استخدم كمية، عايز اجيب كمية مخزون اخر المدة لفبراير هستخدم كمية مبيعات يناير. طب عشان اجيب مخزون اخر مارس هستخدم كمية مبيعات مارس. طيب فبراير لو عايز اجيب مارس بقى هجيبه منين؟ هستخدم كمية مبيعات ابريل. يبقى احنا دايما مش بنستخدم في المخزون اخر المدة، مش بستخدم كمية مبيعات الشهر نفسه، انا بستخدم كمية مبيعات الشهر اللي قبله. تمام كده؟ يعني لو انت رجعت معايا البيانات، انا هنا هستخدم 7000 بتاع فبراير عشان استخدم اجيب بيهم يناير، هستخدم 9000 وحدة بتاع مارس عشان اجيب بيهم فبراير، هستخدم 6000 وحدة بتاع ابريل عشان اجيب بيهم مارس. يبقى استخدمت 7000 في 10 على 100 ب 700 وحدة. المخزون المقدر اخر
فبراير 9010 على 100 ب 900 وحدة. المخزون المقدر آخر مارس هيبقى 6010 على 100 ب 600 وحدة. ودايما بفكرك بملحوظة إن آخر الفترة بيعتبر هو مخزون الفترة التي تليها. دي كانت أول خطوة من خطوات حل الموازنة التخطيطية للمشتريات. نبدأ بعد كده نيجي بتاني خطوة معايا اللي هي الموازنة التخطيطية للمشتريات نفسها. اتفقنا ان انا هجيبها عن طريق معادلة. المعادلة بتقول لك كمية المبيعات زائد مخزون اخر تديني اجمالي، واطرح منها مخزون اول يديني كمية المشتريات، هنضربها في سعر الشراء يديني في الاخر قيمة المشتريات. هنا انا هستخدم بياناتي عادية، يعني هستخدم كمية المبيعات بتاع يناير 5000، كمية المبيعات بتاع فبراير 7000، كمية مبيعات مارس 9000، وابدأ اجمعهم واحطهم في الاجمالي هيديني 21000 وحدة. هنبدأ نجيب المخزون آخر المدة اللي احنا حسبناها في الخطوة الأولى، 700 يناير 900 فبراير 600 مارس، هيديني هنا أنا عايزة أقول إجمالي، احنا مش بنجمع. افتكر التمرين اللي فات الشرح الحلقة اللي فاتت احنا قلنا إن مخزون آخر ببدأ أحط آخر شهر أو آخر ربع عندي في الإجمالي. الخطوة اللي بعديها ازاي بنجيب الإجمالي؟ بنجمع أول رقمين عندي، 5000 زائد 700 يبقى 5700، 7000 زائد 900 يبقى 7900، 9000 زائد 600 9600، يبقى مجموع بتاعي هيديني 21000 زائد 600 وحدة، يبقى إجمالي الاحتياجات في الفترة دي 21600 متقسمة ما بين الشهور كالآتي: 5700 في يناير، 7900 في فبراير، 9600 في مارس. نبدأ نجيب مخزون أول المدة ومخزون أول المدة اللي أنا عطاهولك من ديسمبر، يبقى أول رقم مش أنت اللي بتجيبه، ده معطى في التمرين معاك اللي هو رقم ديسمبر. طيب بالنسبة لمخزون فبراير، لا ما احنا بنبدأ بقى نجيب يناير نخليه فبراير، احنا قلنا آخر المدة بالنسبة ليناير هيبقى أول المدة بالنسبة لفبراير، يبقى ال 700 بتاع يناير هيروحوا لفبراير، طب وال 900 بتاع فبراير هيروحوا لمارس. تمام، نيجي هنا في الإجمالي هنحط المخزون أول المدة اللي هو أول رقم معاك اللي هو الألف. نبدأ بعد كده عشان أجيب كمية المشتريات، كنا اتفقنا إن احنا هنطرح 5700 ناقص الألف يبقى 4700، 7900 ناقص 700 يديني 7200 وحدة، 9600 ناقص 900 المخزون يديني 8700 وحدة. الإجمالي 21600 ناقص 1000 تديك 20600. كده أنا وصلت لكمية المشتريات اللي أنا عايزة أشتريها، وده بالأعداد بعدد الوحدات. طب لو أنا عايزة أجيب مش بس كمية المشتريات، لا أنا عايزاها بالمبالغ، عايزاها بالقيم. نبدأ نضرب في سعر الشراء التقديري هيديك قيمة المشتريات المطلوبة. طب سعر الشراء التقديري هنا بالنسبة لك هي 100، هضرب الكمية في السعر يديني القيمة 4700 في 100 ب 470000، ده قيمة المشتريات عن شهر يناير. 7200 وحدة في 100 هتديني 720000 جنيه، ده قيمة المشتريات عن شهر فبراير. 8700 في 100 تديني 870000 جنيه، دي قيمة المشتريات في خلال شهر مارس. يبقى إجمالي الثلاث شهور كلهم 20600 وحدة في 100 تديني 2,060,000 جنيه. تمام كده. خلي بالك من حاجة، ساعات بتكتبوا أصفار ناقصة وأصفار زايدة على الآلة والصفر يبوظ معاك التمرين. حط أصفارك وعدها كويس، لأن احنا بنتكلم في أرقام آلاف وأرقام ملايين في التمرين بتاعي. فابدأ ركز كويس جدا في أرقامك على الآلة، وابدأ عد أصفارك وانت بتتأكد، لأن بتبقى في غلطات. احنا بنسمع أسئلة من طلبة أنا حالل صح بس الرقم مختلف، الرقم مش مختلف، الرقم ساعات انت بتحط الرقم على الآلة مش بتاخد بالك، فالصفر الواحد بوظ معاك التمرين والناتج بتاعك. احنا كده أعزائي طلبة طلبات التعليم التجاري الصف الخامس، أنا رجعت معاكم خلال الحلقات اللي فاتت، زي ما اتفقنا ان احنا بداية كل حلقة هبدأ اديك اسئلة مراجعة، ابدأ حلها وابدأ راجع معايا خطوات الحل بتاعتك. طيب
نبدأ بقى موضوع الحلقة بتاعي النهاردة، وهو الموازنة التخطيطية للمصروفات. المصروفات عندي بتنقسم لإدارية وبيعية. يبقى احنا اتفقنا ان الموازنات التخطيطية بتتعمل بشكل تفصيلي وبشكل متتبع، يعني متتالي. احنا كنا بنبدأ الأول، أول موازنة هي الموازنة التخطيطية للمبيعات. الموازنة التخطيطية للمبيعات بيبنى عليها جميع الموازنات اللي بتتعمل بعد كده. عشان كده التسلسل المنطقي للموازنات يبدأ بموازنة تخطيطية للمبيعات، بعد كده ببدأ أحدد الموازنة التخطيطية للمشتريات، بعد كده نبدأ نحدد الموازنة التخطيطية للمصروفات البيعية والإدارية بتاعتي. باين جدا من اسم الموازنة إن أنا عندي نوعين من أنواع المصروفات لازم تتعرف عليهم. الموازنات التخطيطية بيكون بشكل من التفصيل، على اساس ان احنا نقدر نفصل ما بين مصروفاتنا، مش بنحط المصروفات كلها على اساس ان احنا بنحدد كمان مراكز المسؤولية اللي بتكون مسؤولة عن تحقيق التكلفة في المنشأة. فعشان كده ان الموازنات عندي بتتم بشكل تفصيلي ودقيق، فبنحدد فيها انواع المصروفات. طيب تعالى نتعرف على ايه هي انواع المصروفات اللي احنا هنبدأ نعملها في الموازنة. هو بيقولك ان الموازنة المصروفات بتحتوي على نوعين من انواع المصروفات. اول حاجه المصروفات البيعيه. المصروفات البيعيه بتاعتي هي مصروفات مرتبطه بوظيفه البيع، يبقى مش باي وظيفه تانية. انا كلمه عشان كده جايه بكلمه بيعيه، يبقى انا كل المصروفات المتعلقه بعمليه البيع عندي بيشارك في اعدادها جميع الافراد والعاملين بقسم واداره البيع، وعلى راسهم طبعا مدير اداره المبيعات. طيب اديني امثلة على المصروفات البيعية الموجودة عندي. اول مصروفات هي المصروفات البيعية المباشرة. يعني ايه مصروفات بيعية مباشرة؟ اللي هي مرتبطة بوظيفة البيع بشكل مباشر. زي ايه؟ زي مرتبات رجال البيع، زي عمولة رجال البيع، زي حوافز رجال البيع. دي مرتبطة بعملية البيع بشكل مباشر. يبقى اول نوع هو المصروفات البيعية المباشرة. والمصروفات البيعية المباشرة هي مرتبطة بعملية البيع والتسويق بشكل مباشر، زي أجور رجال البيع، حوافز رجال البيع، عمولة رجال البيع عندي. تاني نوع من أنواع المصروفات البيعية هي مصروفات الإعلان اللي أنا بسوق بيه للإيه؟ للمنتج بتاعي. في مصروفات الشحن والنقل. مصروفات الشحن والنقل اللي هي بتنقل لك البضاعة بتاعتك من مكان لمكان. كمان مصروفات التخزين اللي هي بتخزن فيها المخزون البضاعة المنتهية بتاعتك اللي هي معدة للبيع. وفي كمان مصروفات التوزيع. يبقى ضروري جدا ان انت تعرف، لانك انت في الموازنة هتبدأ نفصل ما بين الموازنات البيعية، المصروفات البيعية والمصروفات الإدارية. فتاني نتكلم عن المصروفات البيعية، تعال نشوفها تاني. المصروفات البيعية بتاعتي هتبدأ تمثل في مصروفات البيع المباشر، مصروفات الإعلان، مصروفات الشحن والنقل، ومصروفات التخزين، ومصروفات التوزيع. طيب امال ايه المصروفات الاداريه؟ المصروفات الاداريه عندي هي مصروفات مش مرتبطه بوظيفه معينه. احنا المصروفات البيعيه سميناها بيعيه لانها مرتبطه بوظيفه البيع، لكن المصروفات الاداريه هي مش مرتبطه بوظيفه بعينها، لا هي مصروفات بتصرف تقريبا في المنشاه على المنشاه ككل، لا مش خاصه لا بالشراء ولا بالبيع بس ولا بالإنتاج بس. عشان كده احنا بنسميها مصروفات إدارية، هي مصروفات عامة بتصرف في المنشأة ككل، مش مرتبطة بوظيفة معينة. زي ايه؟ زي المصروفات العمومية، زي مصروفات الإيجار، إيجار المكان بتاعك، قسط التأمين بتاعك اللي بتدفعه على الشركة بتاعتك. في عندك الإيجار، في عندك مرتبات الموظفين العموميين، مرتبات الموظف الإدارة، مرتب المحاسب بتاع التكاليف، مرتب الحسابات. تمام، يبقى تعالى نشوف انواع المصروفات الاداريه. وتاني لازم أن تكون فاهم وتقدر تفصل ما بين المصروفات البيعيه بتاعتك والمصروفات الاداريه. هنا بيقول لك المصروفات الاداريه هي المصروفات اللازمه على الاشراف على المهام الرئيسيه بالمنشاه، والتي لا تكون مرتبطه بوظيفه معينه. تتمثل هذه المصروفات في مرتبات العاملين بالاداره العامه، التأمين، مصروفات عمومية، والإيجار عندي. متعودين بعد كل
تعريف موازنة ان احنا بنبدأ نحل الموازنة بشكل عملي. طيب دايما انت عندك موازنات كتيرة، دايما بيجي لنا سؤال اساسي من كل الطلبة، انا بدأت اتلخبط ما بين الموازنات مش عارف انهي موازنة. او اولا بص، وانت بتحل تمرينك ابدأ حله بشيء من الخطوات. الخطوة الاولى ابدأ بص للمطلوب بتاعك، شوف هو عايز منك اي موازنة. الخطوة التانية ابدأ دايما اعرف خطوات تمرينك، يعني وانت بتحط مثلا، وانا بحل الموازنة التخطيطية للمشتريات انا معلمة الموازنة التخطيطية للمشتريات ان انا هحلها بطريقة المعادلة، يبقى بفتكر ان الموازنة التخطيطية للمشتريات اللي هي طريقة حلها المعادلة. الموازنة التخطيطية للمبيعات كان لو كانت سلعة كنا بنحلها على 3 خطوات، الموازنة التخطيطية للمبيعات لو سلعتين يبقى بنجيبها على خطوة واحدة، وكنا ساعتها بنضرب دايما كمية في سعر تديك قيمة. انا بقول لك دايما ابدأ خطواتك ان انت تبص للمطلوب بتاعك، بعد فترة بعد ما تتأكد من المطلوب ابدأ اربط كل تمرين عندك بخطوة، لان عشان ما تتلخفنش ما بين الموازنات بتاعتك، هي ما فيهاش تشابه بس بدأت الطلبة ان هي نوع من انواع ان هي تتلخفن في كثرة الموازنات اللي هي بنديها، تمام كده؟ فانت بتربط دايما كل موازنة بخطوة من الخطوات بتاع الحل عشان تبدأ دايما تكون فاكرها. هنا التمرين بتاعي بيقول لي مثال، تقوم شركة الفردوس بإعداد موازنة تخطيطية للمصروفات البيعية والإدارية عن عام 2017. رقم 1، بلغت المبيعات 1,000,000 جنيه، 3,000,000 جنيه، 4,000,000 جنيه، 2,000,000 جنيه. جيلي طالب يا مس، هي المبيعات هنا من ضمن المصروفات؟ لا، المبيعات مش من ضمن المصروفات، المبيعات اصلا ايراد. طب هو انا جايبه المبيعات ليه في تمرين موازنه بتتكلم عن المصروفات؟ انا بجيب لك دايما المعطى لان انا هنستخدمه في المعطى اللي بعديه، في المعطى رقم 2. طيب انا بتكلم عن العموله، هجيب العموله ازاي؟ قال لك العموله من المبيعات، يبقى انا لازم اجيب لك المبيعات عشان تبدا تجيب منها انت خطوه العموله. احنا هنقرا التمرين بشكل مفصل الاول، وبعد كده نبدا نشتغل فيه واحده واحده، وطبعا معاك ورقه وقلم تبدا تكتب التمرين معايا. رقم 2 بيقول لي هنا، عموله رجال البيع بنسبه 4% من قيمه المبيعات. عرفت انا ليه جايبه لك المبيعات؟ لانك انت هتجيب العموله عن طريق المبيعات. انا سامع حد، طيب انا سامع حد بيقول لي هي عموله رجال البيع هي مصروفات اداريه ولا مصروفات بيعيه؟ رجال البيع تبقى مصروفات بيعيه. نيجي رقم 3، ما هي رجال البيع قيمتها 3,000 جنيه شهريه، يبقى ما هي رجال البيع من ضمن المصروفات البيعيه اللي هي مباشره، المصروفات المباشره للبيع. رقم 4، تقدر الحمله الاعلانيه للترويج وتسويق السلعه س بمبلغ 48,000 جنيه عن عام 2017، يبقى الحملة الإعلانية هنا تبقى من ضمن مصروفات البيع، يبقى كده احنا لحد رقم 4 دي كلها مصروفات بيعية. رقم 5، تقدر مصاريف الشحن والنقل الربع سنوية كل 3 شهور 5,000 جنيه، يبقى برضو مصاريف الشحن والنقل هنا مصروفات ايه؟ مصروفات بيعية. رقم 6، يبلغ قسط التأمين السنوي، قسط التأمين السنوي 16,000 جنيه، وقسط التأمين هنا عندك هيكون من ضمن المصروفات الإدارية لأنها ما بتخصش إيه؟ ما بتخصش المبيعات. رقم 7، الإيجار الشهري للشركة 2,000 جنيه، الإيجار الشهري، الإيجار هنا من ضمن المصروفات الإدارية بتاعتك مش من ضمن المصروفات البيعية. رقم 8، تبلغ مرتبات موظفي الإدارات العامة بالمنشأة، دي هتكون من ضمن المرتبات او من ضمن المصروفات الاداريه عندك. تبلغ المصروفات العموميه لكل ربع سنه كالاتي: 7,000 جنيه، 6,000 جنيه، 8,000 جنيه، 5,000 جنيه، والمصروفات العموميه هنا هتكون من ضمن المصروفات الاداريه عندك. يبقى الخطوه الاولى في حل تمرين الموازنه التخطيطيه والتخطيطيه للمصروفات البيعيه والاداريه ان انت تكون قادر على فصل المصروفات البيعيه عن المصروفات الاداريه. يبقى عزيزي الطالب، اول خطوه في الموازنه ان انت تبدا تفصل ايه هي المصروفات البيعيه عندي وايه هي المصروفات الاداريه بالنسبه لي. الخطوه الثانيه احنا هنبدا نعد الموازنه ونبدا نعمل تسويات ليها او تمهيد الحل بتاعي.
طيب تعالى نشتغل خطوة خطوة. أول حاجة أنت كنت بتقولي لي إن عمود رجال البيع بنسبة 4% من قيمة المبيعات. إحنا اتفقنا خلاص إن إن عمود رجال البيع هي مصروفات بيعية. أبدأ أحسبها إزاي؟ هنبدأ نجيب كل ربع، هو التمرين هنا عن عام، هو عطيك العام مقسمينه ل4 أرباع، وزي ما اتفقنا قبل كده إن كل ربع متقسم 3 شهور. طيب هبدأ أجيب الربع الأول، يبقى أنت هتبدأ تضرب المليون جنيه بتاع الربع الأول في 4%، تبدأ تضرب 3 مليون الربع التاني في 4%، هتبدأ تضرب الرابع 4 مليون جنيه في 4%، تبدأ تضرب الربع والأخير بالنسبة لك 2 مليون جنيه في 4%. يبقى عمولة رجال البيع عن كل ربع الأول التاني التالت الرابع هتتجاب ازاي؟ ان انا هجيب كمية قيمة المبيعات المقدرة عن كل ربع واضربها في في النسبة اللي هو عطاها لي في التمرين اللي هي العمولة. العمولة عندي هنا 4%، يبقى بالنسبة لك هيبقى 40,000 عمولة الربع الأول، 120,000 جنيه عمولة الربع التاني، 160,000 جنيه عمولة الربع التالت، 80,000 جنيه عن عمولة الربع الرابع. يبقى ده أول بيان. نيجي لتاني بيان أنا عطاهولك، هي مهايا رجال البيع. مهايا رجال البيع قلنا إن هي من ضمن المصروفات البيعية بالنسبة لك. طيب مهايا رجال البيع قال لي هنا قيمتها 3000 جنيه شهري. لاحظ بقى معلومة أنا عطاك هنا، إن 3000 جنيه شهرية، إحنا متفقين إن أنا ماشية التمرين بتاعي أرباع ربع. طب هو الربع في كام شهر؟ قال لي 3 أشهر. يبقى طبيعي لو انا عطيتك المعلومات بالشهري هتبدأ تضربها في 3. ليه؟ لان انا عطيك مهايا رجال البيع بالنسبة للشهر الواحد، يبقى انا عايزاها 3 شهور، هتبدأ تضرب المهايا في 3. ليه 3؟ لان الربع الواحد فيه 3 اشهر. يبقى هنا المهايا الربع سنوية 3000 في 3 شهور، يبقى الربع الواحد بيخصه 9000 جنيه. رقم 4 الحملة الإعلانية. الحملة الإعلانية هي مصروفات بيعية لترويج وتسويق السلع سين بمبلغ 48,000 جنيه عن عام 2017. الحملة الإعلانية زي ما اتفقنا إن الحملة الإعلانية هي مصروفات بيعية. طيب هو أنا عطيها لك عن طريقة عام، أنا بقول لك إن الحملة الإعلانية بشكل إجمالي عن عام 2017 48,000 جنيه. طيب انا عايزاها عن كل ربع، لان احنا الموازنه بتاعتنا متقسمه ارباع، يبقى لما انا اديك المعلومه سنوي انت بتقسمها على 4، يبقى هقسم 48,000 على 4 عشان تديني كل ربع فيه كام. يبقى ادي الحمله الاعلانيه بتاعتك الربع السنويه اللي هي 48,000 على 4 بتساوي 12,000 عن كل ربع. نبدا بعد كده نكمل مصروفات الشحن والنقل. تقدر مصاريف الشحن والنقل الربع سنوية. انا كده عطيتلك الرقم جاهز، انا بقولك الربع السنة بيساوي 5000 جنيه. يبقى مصاريف الشحن والنقل الربع سنوية 5000 جنيه. لحد رقم 5 كانت انتهت كل المصروفات البيعية بتاعتي. طيب تعال نشوف نكمل كمية تمهيد الحل بتاعنا وبعد كده نبدأ نحطها في الموازنة. رقم 6 عندي هنا يبلغ قسط التأمين السنوي 16,000 جنيه. قسط التأمين ده سنوي، واحنا اتفقنا ان لما اديك معلومة سنوية حولها لي ربع سنوية، لان انت ماشي تمرينك ربع سنوي، يبقى 16,000 جنيه هتتقسم على 4. ادي التأمين الربع سنوي 16,000 جنيه على 4 تديني ان الربع الواحد هيكون 4000 جنيه. نيجي بعد كده الايجار الشهري. الايجار هو من ضمن المصروفات الاداريه زي ما اتفقنا، اللي هي ما بتخصش وظيفه بعينها، دي بتخص المنشاه ككل، عشان كده مسمينها من ضمن المصروفات الاداريه. الايجار اللي انا عطاها هنا ايجار شهري، واحنا اتفقنا ان انا شغاله ربع سنوي. لو انا شغاله شهري خلاص، لكن انا شغاله ربع سنوي كل ربع فيه 3 اشهر، يبقى انت بالنسبه لك اي ارقام شهريه تضربها لنا في 3. الايجار الشهري هنا ب 2000 جنيه، يبقى الإيجار الربع السنوي بالنسبة لي 2000 في 3 ب 6000 جنيه. رقم 8 مرتبات موظفي الإدارة العامة.
مرتبات موظفي الإدارة العامة بالنسبة لي هنا أعطيها لك 72,000 جنيه بشكل سنوي، أنا عايزة بشكل ربع سنوي، يبقى أنا هبدأ أقسم مرتبات الموظفين 72,000 جنيه على 4 تديك كل ربع المبلغ بتاعه. وتاني مرتبات موظفي الإدارة تختلف عن مرتبات رجال البيع، لو أنا قلت مرتبات رجال البيع يبقى خلاص يبقى دي كده من ضمن المصروفات البيعية، لكن لو أنا قلت مرتبات موظفي الإدارة لا، مرتبات وظيفي الإدارة دي تتضم فين؟ في المصروفات البيعية، لأنها مش خاصة بوظيفة معينة. مرتبات موظفي الإدارة ب72,000 على 4 ب18,000 جنيه. نيجي لآخر مصروفات عندي، هي المصروفات العمومية لكل ربع سنة، وهو عطيك من ضمن معطيات التمرين بتاعتك الأرقام بتاعتك جاهزة. عطيك الربع الأول 7,000، الربع التاني 6,000، الربع التالت 8,000، الربع الرابع والأخير 5,000 جنيه. في طالب يجي يقول لي طب هو أنا ليه بعمل التسويات الحل الأول؟ تسويات الحل بتسهل معاك الحل، أنت بدأت تحسب المبالغ بتاعتك وتبدأ تنقل على طول الموازنة بتاعتك، يبقى أنا دايما حل في خطوتين، ان انا هعمل خطواتي اللي هي التسويات بتاعتي وابدا بعد كده اشتغل في الموازنه بتاعتي. الموازنه التخطيطيه للمصروفات البيعيه والاداريه من اسهل الموازنات اللي عندك الترم ده، اللي هي عباره ان انا كل اللي انا بعمله فيها ان انا بفصل المصروفات البيعيه عن المصروفات الاداريه. تعال نشوف معايا هندخل الارقام دي ازاي. اول حاجه احنا اتفقنا ان عموله رجال البيع عندك هي مصروفات بيعيه. الموازنه بتاعتي بيكون ترتيبها كده، بنبدأ بخانة البيان، بعمل عمود للربع الأول، عمود الربع الثاني، عمود الربع الثالث، عمود الربع الرابع، وعمود الإجمالي عشان أقدر أعرف كل ربع الإجمالي بتاعه قد إيه. هنتناول الموازنة نصين، النص الأول بيكون المصروفات البيعية، وزي ما اتفقنا مصروفات بيعية عندك عمولة رجال البيع، مهايا رجال البيع، مصروفات الإعلان، مصروفات النقل والشحن. تبدأ تنهي الجزء الأول بالإجمالي، إجمالي المصروفات البيعية. نيجي بعد كده تاني حاجة عندك النص التاني المصروفات الإدارية، وانت كنت مقسمها هناك ان قسط التأمين، الإيجار، مرتبات موظفي الإدارة، ومصروفات عمومية، وأبدأ أنهي بإجمالي المصروفات الإدارية. نبدأ نشوف الأرقام بتاعي أبدأ أدخلها إزاي. يبقى احنا بدأنا بعمولة رجال البيع. عمولة رجال البيع انت كنت جايبها في خطواتك ان الربع الاول 40,000، الربع الثاني 120,000، الربع الثالث 160,000، والربع الرابع والاخير 80,000 جنيه. هتلاقي هنا عندك ادي 40,000، 120، 160، 80,000، ومجموعهم 400,000 جنيه. يبقى انا هجمع كل السطر بتاع عمولة رجال البيع عبارة عن 400,000 جنيه، ده الاجمالي بتاعه. تفاصيلها ان انا صرفت عمولة رجال البيع 40,000 في الربع الأول، 120,000 في الربع الثاني، 160,000 في الربع الثالث، و80,000 في الربع الرابع. وزي ما اتفقنا في أول حلقة إن المحاسبة الإدارية كل أرقامها توقعية أو تنبؤية، هي أرقام بالتقريب. تاني بيان عندي هو مهايا رجال البيع، والمهايا هنا احنا جبنا المهايا السنوية 9,000 جنيه. هو كان عطاني المهايا بشكل شهري 9,000 جنيه في الربع الأول، 9,000 جنيه تخص الربع التاني، مهايا رجال البيع في الربع التالت 9,000 جنيه، وفي الربع الرابع 9,000 جنيه. يبقى إجمالي مهايا رجال البيع عن عام 2016 2017 36,000 جنيه. لاحظ إن الموازنة تديك شكل تفصيلي سواء عن كل ربع، وفي الآخر كمان بتديني بشكل إجمالي المصروفات بتاعتي مجملة. نيجي تالت حاجة كانت مصروفات الإعلان، ومصروفات الإعلان في الخطوة دي احنا حاسبينها إن الحملة الإعلانية بتاعتي كانت 48,000 عن السنة كلها، الربع الواحد نصيبه منها 12,000 جنيه. يبقى مصروفات الإعلان 12,000، 12,000، 12,000 في الربع التالت، 12,000 في الربع الرابع، يبقى مجموع إجمالي مصروفات الإعلان عندي 48,000 جنيه عن العام كامل. نيجي بعد كده مصروفات نقل وشحن. مصاريف النقل والشحن احنا كنا حاسبينها، هو هنا كان عطيها لك بشكل ربع سنوي، فقلنا ان الربع السنوي كل ربع سنة ب 5,000 جنيه.
يبقى مصروفات النقل والشحن 5000 في الربع الأول، 5000 عن الربع التاني، 5000 عن الربع التالت، و5000 عن الربع الرابع، يبقى إجمالي العام من مصروفات النقل هي 20000 جنيه. طيب أنا عايزة أحسب إجمالي كل ربع بعد ما أعطيت بشكل من التفصيل المصروفات البيعية بأنواعها والمبالغ اللي هتصرف فيها في كل ربع. لا، أنا عايزة أعرف الإجمالي بتاع كل ربع. إجمالي كل ربع اجمع كل المصروفات البيعية بالنسبة لك، يبقى إجمالي المصروفات البيعية اللي هيكلفها الربع الأول هي 66000 جنيه. أنا جبت 66000 جنيه منين؟ أنا جمعت 40000 زائد 9000 زائد 12000 زائد 5000، يبقى إجمالي مصروفات البيعية عن الربع الأول كان 66000 جنيه. نيجي للربع التاني، إجمالي المصروفات بتاعتك 146000 جنيه، هتكون بالتفصيل 120000 جنيه عمولة، 9000 مهاية، 12000 مصروفات إعلان، 5000 مصروفات نقل وشحن. بتجمع 120 زائد 9000 زائد 12000 زائد 5000، تديك إن إجمالي مصروفاتك البيعية كلها خلال الربع التاني بس 146000 جنيه. نيجي بعد كده للربع التالت، أنا هصرف في الربع التالت عمولة رجال بيع 160000، مهايا رجال بيع 19000، سوري 9000، مصروفات إعلان ب12000، مصروفات نقل ب5000، يبقى إجمالي المصروفات البيعية خلال الربع التالت 160000 زائد 9000 زائد 12000 زائد 5000، تديني إجمالي 186000 جنيه. نيجي للربع الرابع، الربع الرابع بالنسبة لي إجمالي المصروفات بتاعته 106000. طب تفصيل المصروفات بتاعته، أنا هصرف 80000 عمولة، وهصرف 9000 جنيه مهاية، وهصرف 12000 جنيه مصروفات إعلان، وهصرف 5000 جنيه مصروفات نقل وشحن. يبقى إجمالي مصروفات البيعية خلال الربع الرابع 106000. طيب نيجي بقى، أنا عايزة إجمالي عام، يعني مصروفات البيعية كلها خلال عام 2017 هتكون 504000. جبت منين 504؟ قال لي هصرف 66 في الربع الأول، هصرف 146 في الربع الثاني، هصرف 186 في الربع الثالث، هصرف 106000 في الربع الرابع. ولو أنا عايزة شيء من التفصيل عن المبالغ اللي هتصرف، أبدأ أرجع لكل نوع من أنواع المصروفات البيعية. هي دي الميزة في الموازنات التخطيطية، إن هي بتقدم لي المعلومات بتاعتي بشكل مفصل وبشكل تقارير شاملة، بتديني معلومتي بالكمية وبتديني معلومتي بالقيم وبتديني معلومتي بشكل من التفصيل. يبقى أنا جبت كل ربع، مصروفات كل ربع، إيه أنواع المصروفات اللي هتصرف في هذا الربع، إجمالي المصروفات البيعية خلال العام كامل وتفصيلاتها، كل ربع انا هصرف فيها ايه بالظبط. تمام، نبدأ ندخل على الشق التاني من الموازنة التخطيطية للمصروفات، اللي هي شق المصروفات الإدارية. طب المصروفات الإدارية، احنا زي ما قلنا لما جينا شرحنا المصروفات الإدارية، قلنا ان هي تأمين، إيجار موظفي، مرتبات الموظفين، والمصروفات العمومية، وبدأنا نحسبها في طريقة التسويات بتاعتك او طريقة تمهيد الحل بتاعتك. هنا التأمين الربع السنوي، احنا اتفقنا ان 16000 على 4 تديني 4000. جيت في الموازنة بتاعتي قلت ان قسط التأمين عن الربع الاول 4000، عن الربع التاني 4000، عن الربع التالت 4000، الربع الرابع والاخير 4000، تبقى تديني اجمالي 16000 جنيه. نيجي بعد كده الايجار، وده تاني نوع من انواع المصروفات الادارية. الايجار وكان عطاها لك بشكل شهري، احنا ضربنا في 3 شهور، قلنا لان كل ربع بيتكون من 3 شهور، يبقى 2000 في 3 بـ6، الايجار بتاعك 6000 عن الربع الاول، 6000 عن الربع التاني، 6000 عن الربع التالت، 6000 عن الربع الرابع. اجمالي الايجار بالنسبة لي كله خلال السنة 24000. ولو انت عايز نوع من انواع التفصيل ان انا هدفع ايجار ليه، او هدفع ايجار 24000 جنيه في السنة، هدفعه كل ربع قد ايه، كل ربع هيدفع فيه 6000 جنيه. يبقى ده التفصيل. طيب نيجي بعد كده للمرتبات. مرتبات موظفي الادارة
كانت 72,000 جنيه في السنة، قسمناها على 4 عشان أجيب كل ربع، تديني 18,000 جنيه لكل ربع. مرتبات موظفي الإدارة، الربع الأول هندفع 18,000، الربع التاني 18,000، الربع التالت 18,000، الربع الرابع 18,000، يبقى إجمالي مرتبات الموظفين عن الربع عن العام كله 72,000 جنيه. المصروفات العمومية هو اديهالك جاهزة، عطاني الربع الأول 7,000، الربع التاني 6,000، الربع التالت 8,000، والربع الرابع والأخير 5,000، يبقى إجمالي العام في ضمن المصروفات العمومية هي 26,000 جنيه. لو أنا عايزة نبدأ نجيب إجماليات المصروفات الإدارية خلال الربع الأول، خلال الربع الأول أنا صرفت 35,000 جنيه، أو هصرف عشان دي أرقام تنبؤية، 35,000 جنيه عن الربع الأول. هصرفهم إزاي؟ هصرف 4,000 تأمين، 6,000 إيجار، 18,000 مرتبات، 70,000 مصروفات عمومية. نبدأ نجمعهم، يبقى ده إجمالي الربع الأول. نيجي بعد كده إجمالي الربع التاني من المصروفات الإدارية هو 34,000. 34,000 كان تفصيلهم 4,000 تأمين، 6,000 إيجار، 18,000 مرتبات موظفين، 6,000 مصروفات عمومية، يبقى يديني إجمالي 34,000. نيجي في الربع التالت، 4,000 تأمين، 6,000 إيجار، 18,000 مرتبات، 8,000 مصروفات عمومية، يبقى إجمالي الربع بتاعي 36,000. 36,000. نيجي بعد كده الربع الرابع، 4,000 تأمين، 6,000 إيجار، 18,000 مرتبات موظفين، و5,000 مصروفات عمومية، تديني 33,000 إجمالي الربع الرابع. نيجي بعد كده نتكلم عن لو أنا عايزة إجمالي المبلغ خلال العام، كل المبلغ مصروفات الإدارية كانت كام؟ 138,000، وده تفصيل كل ربع منها. في آخر الموازنة عزيزي الطالب بتبدأ أنا عايزة إجمالي المصروفات كلها بقى بشقيها، سواء مصروفات إدارية أو مصروفات بيعية، يبقى هجمع إجمالي الربع الأول من المصروفات البيعية 66,000 زائد 35,000، عطتني 101,000. طيب هبدأ أجمع الربع التاني 146,000 زائد 34,000، يبقى يديني 180,000 جنيه. الربع التالت 186,000، هجمع عليه 36,000 يديني 222,000 جنيه. الربع الرابع بالنسبة لي 108,000 زائد 33,000 يديني 139,000 جنيه. آخر العام أنا صرفت مصروفات بيعية ب504,000 ومصروفات إدارية ب138,000، يبقى إجمالي العام من المصروفات البيعية والإدارية كانت 642,000 جنيه. نبدأ ناخد تمرين تحله أنت في البيت. تاني عزيزي الطالب، الموازنة التخطيطية للمصروفات زي احنا ما وضحنا ان هي عطتني ارقامي كلها بالتفصيل، عطتني بشكل ربع سنوي وبشكل مفصل في ربع كل سنة انا صرفت فيها قد ايه، جبت ايه، هصرف قد ايه. كل المعلومات التفصيلية دي بتساعد مدير إدارة أو المدير العام بتاعي إن هو يضع الخطة بتاعته بناء عليها، ويبدأ ياخد قراره بناء على البيانات المقدمة ليه من محاسب الإداري. وده اللي احنا السؤال الأول اللي احنا تقريبا خدناه في المراجعة لما قلت لك إن بيختلف دور المحاسب الإداري عن دور المدير. دور المحاسب الإداري بتاعي هو بيتمثل معايا ان هو يوفر لي معلومات ويديني خطة امشي عليها، وانا ابدأ اخد قراري كمدير بناء على المعلومات اللي واصلالي من توقعات المحاسب الاداري. طيب، واتفقنا قبل كده ان هي هي توقعات، بس توقعات مبنية على علم، مبنية على ارقام تاريخية، مبنية على توقعات ومؤشرات سوق، مبنية على اراء رجال البيع، مبنية على آراء أغلبية المديرين، مبنية على الطرق الرياضية وإحصائية. كل ده إحنا خدناه في الحلقات السابقة. تعال نشوف التمرين اللي أنت هتبدأ تاخده وتحله وتبدأ تبعت لي الإجابات بتاعتك، وأنا هبدأ هرد على الإجابات بتاعتك وأبدأ أناقشها معاك. مثال 2،
تقوم شركة الفهد بإعداد موازنة تخطيطية للمصروفات البنكية والإدارية عام 2002 مهايا رجال البيع قيمتها 2000 جنيه شهريا. تقدر الحملة الإعلانية لترويج وتسويق السلعة سين بمبلغ 100,000 جنيه عن عام 2022. تقدر مصاريف البيع والنقل السنوية 10,000 جنيه. رقم 4 يبلغ قسط التأمين السنوي 20,000 جنيه. 5 الإيجار الشهري 1,000 جنيه. 6 تبلغ مرتبات الموظفين 60,000 جنيه. 7 تبلغ مصروفات عمومية لكل ربع 2,000 جنيه. أعزائي طلبة وطالبات التعليم الفني الصف الخامس التجاري، أتمنى أنا سعدت بيكم النهاردة في الحلقة، أتمنى إرسال الإجابات بتاعتكم لمناقشتها معاكم. في أي استفسار في على القناة ممكن تبعت لنا على ممكن على صفحة الفيس. وإلى لقاء قادم إن شاء الله.